طبعا اهم حاجه دلوقتي المنصات والتنافس اللي بينها، ده هيخلق سوق للانتاج كويس جدا. الكلام ده احنا قلناه اكتر من مره طبعا، لان اكيد الناس بتنسحب من التلفزيون مش بالقدر يعني اللي هيبقى وسيله موجوده، وفي وسائل ثانيه موجوده، وسائل التواصل دي هتكون موجوده، ومن اهمها هيبقى الفيسبوك في رايي انا، لان ده المعتاد في مصر جدا، واخد بالك، ومنصه هتبقى مهمه يعني. طبعا نتفليكس منصه اهميتها جايه من خلال المحتوى، لو اهتموا الفيسبوك من خلال برضو المحتوى هيبقى حاجه كويسه. انا في رايي ما فيش حاجه اسمها البديل، يعني الراديو موجود والتلفزيون موجود والفيديو موجود ووسائل والمنصات موجوده، هيبقى التنافس موجود، هو ده الاهم من ان احنا نقول بديل. احنا مش عايزين بدائل، احنا عايزين نزود الوسائل اللي بتعرض عشان نقدر نعلي الايرادات، عشان نقدر نعمل اعمال احسن وتكون لها شروط في الاعمال عندهم، فده هيوصل المسائل للجوده.